تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإنشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، ويستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني لإنشاء وتملك الأعمال والشركات خدمة لمجتمعهم وتحسينا لدخلهم ودعما للفرص الواعدة لجني ثمار جهودهم. فقد أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية. نص قرار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على ترأس سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة مجلس إدارة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، ويضم مجلس الإدارة في عضويته كل من سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة ممثل عن القطاع الخاص، وسعادة السيد عبد الله جهاد الزين ممثل عن مكتب سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والسيد أحمد يوسف طالب ممثل عن مكتب سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والسيد عبد الرحمن عبد الله الشافعي ممثل عن شركة بورصة البحرين، والسيد سمير زهير أنطوان أوجي ممثل عن القطاع الخاص، والسيد علي حبيب أحمد قاسم ممثل عن القطاع الخاص، على أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة لأربع سنوات. يهدف صندوق الأمل إلى رصد المهارات والكفاءات الوطنية لدعم أفكار الشباب ومهاراتهم، ويعمل على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية وتمكين الشباب من تحقيق النجاح والاستمرارية، بما ينعكس إيجابا على مسيرة المملكة الريادية في تفعيل دور الشباب البحريني وتعزيز إسهامه في التنمية والدخول في عالم الاقتصاد بكل ثقة واقتدار، ووصولهم لبر الأمان وإطلاق مشاريع شبابية نحو العالمية من خلال وضع خطط لإشراك الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات لتكون شريكا استراتيجيا بخبراتهم في صقل جبل جيل المستقبل الواعد، بالإضافة إلى القيام بالمشروعات الاستثمارية والشبابية وتحقيق الإيرادات لتنمية ودعم القطاع الشبابي بشكل مستدام، وتسليط الضوء على الإنجازات والمنجزين في المجال الشبابي وتحفيزهم بالمكافآت والجوائز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية والمساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع الشبابية والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمكلفة بتنفيذ البرامج والمشاريع في هذا المجال.